طيب الخبر اللي جاي لكل محبي المانجا، وما تكتروش قوي في المانجا عشان انا بحبها برضو، بس المانجا للاسف فيها نسبه سكريات عاليه جدا، فممكن لو مانجايه ضخمه، في دكاتره التغذيه بتقول انها ممكن يعني سعراتها الحراريه بتتخن شويه، مش بس على السكريات ولكن السعرات الحراريه اللي موجوده فيها بتتخن، فمحدش، وخصوصا برضو الموضوع العصير، الناس اللي بتاكل عصير او بتشرب عصير لا كلوا الثمره نفسها افيد. ليه بقى؟ لان الالياف اللي فيها بتبقى موجوده، بالاضافه ان انتوا ما بتضيفوش سكر عليها. خمس اصناف مانجا هتكون ان شاء الله باقل من 10 جنيه. بدات اسعار جميع الفاكهه داخل الاسواق في الانخفاض مع وصول الموسم الى ذروته، وهتاتي المانجا طبعا في الصداره من الاصناف الاكثر رواجا في السوق حاليا، وبيزداد الاقبال عليها طبعا تدريجيا مع زياده الكميات المعروضه منها. وطبعا لهذا بنقدم لكم ارخص خمس اصناف مانجا بتبدا من 10 جنيه للكيلو، وطبعا الاصناف كتير جدا عند حضراتكم، وبالتالي ان شاء الله هتحسوا بهذا الانخفاض في المانجا، وبالهنا والشفاء المانجا ان شاء الله.